إلى إضراب عام للطلبة في كافة المراحل الدراسية اليوم الأربعاء وغدا الخميس، احتجاجا على تغيير المناهج الدراسية والمطالبة بإيقافها وإيقاف العمل بها بشكل كامل وتعديلها بما يتناسب وقدرات الطالب الذهنية والعمرية. هنا العراق بلد العجائب والغرائب، معلم يخطأ أمام الملأ فيغفر له، وطالب يتحمل خطأ الحكومة في المناهج التدريسية فينتهي مصيره. أخطاء وصفت بالكارثية في معظم المناهج التدريسية، أخلاقية، معلوماتية وحتى طائفية، والضحية بنات الوطن الطلاب. أمر كان من المفترض أن يفسر من قبل مختصين، لكنهم رفضوا الحديث عنه أو الخوض بتفاصيله، لما يعرض منصبهم للخطر. خلل في وزارة التربية، هناك مركز وطني للمناهج والتقويم، هذا المركز الوطني يعني مع مكتب الوزير، وزير التربية حصرا، وهذا يجب انه المنهج عندما يغير مسودة المنهج تذهب الى المركز الوطني لمراجعة هذا المنهج، وبالتالي وضع اللمسة الأخيرة من قبل المركز الوطني وعادت المنهج إلى وزارة التربية، ومن ثم يتم الإعاز لطبع هذا المنهج. يخوض العراق حزمة من الإجراءات التعسفية القاسية من قبل وزارة التربية والتعليم بحسب مختصين. مناهج تحمل أخطاء في الطبع يعاد طبعها بحجة التصحيح لعشرات المرات، والخطأ المطبعي نفسه. معتقدات دراسية في المناهج التعليمية يفتخرون بها كأنها ستدخلهم في قائمة الرصانة العلمية العالمية، والواقع هو خروج العراق منها، بل أصبح أضحوكة العالم ببعض من كوادرها التدريسية، لا دورة تعليم ولا كفاءات، فساد وصفقات مالية تطيح بالطالب وتحمله المسؤولية. مصعبينها المادة بحيث يعني الطالب بهالمرحلة هاي ما يقدر يستوعب المادة بهي الصعوبة، المفروض المراحل المتقدمة أكثر يستوعب جاهز أكثر وأفضل طريقة أحسن. وثاني شيء بالنسبة للمدرسين، يعني دي يشرحونها المادة بطريقة درخية، المدرس حافظ المادة ويجي يشرحها عباك دي يشرح نفسه، يعني صعبة وما جابتي مع المعلمين، لازم لما أرجع البيت أضطر أمي تشرح لي، يعني مو شيء تفتهم. معلمتنا ذيك القديمة يعني ما كانت تشرح زين، وأكثر هي امتحانات. اي ومناهجنا صعبة كلش. اي اكو بيو رياضيات. اي رياضيات؟ رياضيات مو يعني طبعها مو زينة. صدق؟ تطلع غلط. اي والست تقول هاي طبعها غلط وصلحوها انتم. انتم صلحوها؟ اي. وشلون صلحوا صنعتها؟ هي تكتبها على سبورة. ونصلحها احنا. قالوا اذا ما تداومون ترسبون. ما ادري بس ما هيك قالوا باخير درس. هي دائما بها اخطاء لازم. وده يعني ده يصير مسائل كلش صعبه، يعني احنا رابع ويعني ده يصعد لنا مناهج من الثاني المتوسط. يومان من الاضراب يهدف منظموها الى تعديل الواقع العام للتعليم من تغيير المناهج وتوفير مدارس كافيه. بعض الطلبه هددوا بالرسوب في حال تنفيذ ما ذكر، والآخر عازم على ما قرر. بنات العراق تخلوا عن العراق، والسبب هو حكومة العراق. ألا يشعر المعلم بالحرج وهو يشرح مادة خضعت لطباعة خاطئة المتعمدة؟ يصعب عليه فهمها ويطلب من الطالب أن يحققها بنجاح. واقع بائس يعيشه أحفاد العراق، بلد القلم الأول بالعالم. طلاب لم يكن ذنبهم أن يتعلموا في مدارس بالية وبظروف قاسية يحكمها الفساد. من بغداد ضحى عنبر الرشيد.